اليسرى أحلام سعيدة اللي بيشاركها في بطولته مايكا السابغة دعادل شيماء سيف واللي شفناهم مبارح متصدرين بوستر جديد للمسلسل ولابسين فيه ويكس ملونين. البوستر من مبارح فايرل والناس عم يحكوا انه ستايله فاني وفريش ومنطرين انه يتابعوا المسلسل لانه شكله عن جد بيسلي. وقبل كمان البوستر ده نزل مجموعة بوسترات جماعية وفردية لبطلات العمل وهي من تصميم شريف مختار اللي شرح لنا أكتر عنهم. هما تقريبا يعني ثلاث شخصيات بيعانوا من الارق او مش بيناموا كويس، فجالي الفكره ان انا هاخد توب فيو من فوق لكل كاركتر وهو بيحاول على السرير بيحاول ينام ومش عارف. وده هو السر خلف ظهور يسرى ببوستر مسلسل احلام سعيده وهي نايمه زيها زي غاده عادل ومي كساب، على عكس شيماء سيف اللي ما بتعانيش من مشكله في النوم. 400 على 2. وشكلنا كده هنشوف يسرى في الكوميديا بشكل مختلف المرة دي. هو المنطقة دي جديدة على يسرى شوية، بقالنا فترة يعني ما عملناش حاجة من كوميدي كده مفتحة. مش عايز أحرق طبعا الأحداث، بس هي الفكرة إن في زي تيمة أو في لينك بين الأربع شخصيات دول في أحداث المسلسل. شخصية يسرى دايما عندها زي نوع من أنواع التناكة الكوميدية، يعني فاهمة اللي هو في أنارة كوميدي كده. وده كان متوقع من خلال الستايل اللي شفناها بيه في كواليس الفوتوشوب. ثاني عايز ابص على النور بس. خطير بصراحه الستايلست، حتى عامله شغل جامد جدا اسمي القاضي، وبصراحه الالوان كانت شجعتني جدا وكانت مسهله عليا الموضوع بصراحه. وكمان مسلسل راجعين يا هوا هياخدنا لاجواء من الكوميديا الى جانب احداث اجتماعيه ودراميه، وشريف حكى لنا عن الصوره العائليه اللي كانت بمثابه بوستر العمل. هو الموضوع كله يعني مشكله عائليه يعني بتحصل، وفي علاقات بين العيله دي والعيله دي، فاحنا استقرينا على ان الافيش هيبقى عباره عن صوره جماعيه لعيله متصورين في بيت رويال كده بستايل الليفل الاجتماعي بتاعهم يعني. فصورنا بس صورنا كل واحد لوحده طبعا، وخدت البوزات اللي انا شايف ان هي تنفع لكل شوت وكل ممثل في مكانه. وديها الاسم طلعها من هنا تروح تتحبس النهارده. بس نقدر نقول ان الدراما والتراجيديا اللي هنشوفها في مسلسل فاتن امل حربي كانت واضحه من خلال البوستر اللي هو نزل بتاع نيلي وهي حاضنه البنتين وشريف سلامه واقف ورا، وانا يعني من قرايتي المسلسل وكده يعني قررت ان انا احط التكوين ده جوه زي قاعه محكمه الاسره، بس حاجه يعني فانتازيا شويه، مش قاعه يعني، بس يعني بتبين القاعه. اما الصوره الثانيه فكانت امام المحكمه لنيلي واولادها في احداث العمل، وده كان فكره الاستاذ المخرج محمد عادل، كان عنده رؤيه كده في المنطقه دي وشايف ان عايز الشوت ده تحديدا بالظبط، وكان سايب لي فكره ان انا اخرج الشوت ده. يعني هو كان شوت صعب جدا تصويره لانه كنا في الشارع وكان في ناس حوالينا. احنا ماشيين بالعربيه وقطنا محتسب وقدر شريف انه يعطي لمحه عن مسلسل يوتيرن من خلال الصوره دي. ورمزنا الحادثه دي بشكل غير مباشر شويه عن طريق حاجه في الافيش، يعني علامه كاوتشات عربيه وهي واقفه رايحه في اتجاه العيله، وفجاه بتغير اتجاهها بالظبط وبتعمل يوتيرن. يعني هيبان برضو لما المسلسل يتشاف هيتفهم الفكره دي اكتر. جايب ايه للجزيره؟ ودلوقتي جه الوقت علشان نسأله عن الغموض اللي شفناه في البوسترات الخاصة بمسلسل جزيرة غمام. لما قريت التريتمنت أنا حبيت الموضوع، يعني حسيت إن لا المسلسل ده بتاعي سيبوني. ف يعني كان من وجهة نظر الأستاذ حسين، هي اسمها جزيرة غمام، إن إحنا نحط البطل الرئيسي أو الحاجة اللي بتجذب العين في كل الأفيشات فكرة السحابة الغامقة، وبعد كده نعمل تكوين لطيف يبين شخصيات الممثلين. يعني في البوستر المجمع عملنا زي تكوين فانتازيا كده لكل الممثلين برياكشناتهم، يعني بيعبر عن الموضوع. ممكن ما يبقاش فيه فكره واضحه، بس هي حاله لكل كاركتر لكل شخصيه بتوضح الدور بتاعه. والطابع العام البوسترات واخده لون كده يعني دارك شويه، بيديك الايحاء بتاع موضوع الغمام يعني.
بالفعل ما شفتوا البوستر بيعطي هذا الإحساس بالداركنس وبيعبر عن قصة المسلسل اللي راح يكون فيه أحداث غامضة وكئيبة. فمثل ما سبق وخبرناكم الأحداث بتدور بصعيد مصر بالعشرينيات من القرن الماضي عن بيت شافع وأبنائه الثلاثة وبنته سندوس. الابن الأكبر بيقتل أخوه الأصغر بتحريض من الأخ الأوسط، لكن المفاجأة إنه ما بيموت وبيظهر بمكان تاني. الابن القاتل بيهرب بينما بيضل الثالث مع أبوه وأخته سندوس. ومن خلال القصة رح نتابع قصة مصر بهذيك الحقبة بكل مفارقاتها. والمسلسل من بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، وهتابعوه على شاهد VIP في رمضان.